كما لاحظتوا تم استئناف ديال العمليه الزياره بعد التوقف ديالها بسبب جائحه ديال الكورونا. تم اتخاذ مجموعه ديال التدابير والاحترازات الوقائيه من اجل تفادي تفشي وباء كورونا بين السجناء والموظفين وفق العمليه ديال استئناف ديال الزياره، بحيث تم وضع واحد البرنامج محدد للمختلف ديال المرافق ديال المؤسسه باش السجناء جميعهم يستافدوا خلال شهر واحد من الزياره ديال العائلات ديالهم. بالاضافه الى ذلك ان تم اتخاذ مجموعه من التدابير الصارمه عند الدخول ديال المؤسسه، بحيث تم وضع واحد اماكن ديال التشوير بعد ولوج ديال الزوار اللي كيتم السمح لهم بجلب ديال الالبسه للسجناء ديالهم، كيتم التعقيم ديالها، ومن بعد وكذلك كيتكلف موظف ديال الايصال ديالها للسجناء بالاحياء اللي كيتم الايواء فيها. بالنسبه للولوجيات، كاين ولوجيات ديال الدخول، كاين ديال الخروج، كاين ملصقات ديال اللي كتحث على ارتداء ديال الكمامه، تعقيم ديال اليدين على مكان ديال المرور ديال المرتفقين. كذلك يتم تسجيل جميع البيانات المتعلقه بالمرتفقين والزوار المؤسسه. بالنسبه للقاعات ديال الزياره، تم وضع واحد حاجز بلاستيكي بين السجين وبين النزيل، وكذلك احترام المسافه ديال التباعد وارتداء ديال الكمامات. هذه القاعات اللي كيتم التعقيم ديالها من بعد قبل كل زياره ومن بعد كل زياره. كذلك بالنسبه للموظفين اللي خدامين في قاعه ديال الزياره، كيتم ارتداء ديالهم واحد اللباس باقي، ارتداء ديال الباقي ديال الوجه، ارتداء ديال الكمامات، ممنوع عليهم باش يخدموا في مراكز اخرى. هذه العمليه هذه مكنتنا حنا كذلك باش نحافظوا شويه على لا لا على هذيك التدابير الاحترازيه اللي كانت عندنا في اللي خدات المندوبيه العامه في الاول، وبغينا نستمروا فيها. ومازال كانت مع دابا الزياره مع الاستئناف ديالها تم التشديد ديالها بواحد الشكل كبير.